السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم، اتمنى لكم يوم جميل. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي عملنا الشنطة دي. دي شنطة كروس بناتي، الغطا بتاعها على شكل قلب، بنعمله منفصل وبعد كده بنركبه، والدراع بتاعها باللاسيه الروماني، وعملتها بخيط المكرمية المصري. تقدر تستخدموا الخيط اللي انتوا عايزينه، بس طبعا هيفرق معانا في حجم الشنطة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، بس ياريت قبل ما نبدأ لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجة هعمل القلب، انا استخدمت اكتر من لون في عمل القلب. ده خيط المكرمية المصري، الفتلة بتاعته عبارة عن 3 فتلات كده وساعات 4، وخيط ناشف شوية وسعره مش غالي، بيستخدم غالبا في عمل الشنط والسجاجيد والمشايات. هستخدم معاه ابرة رقم 4.5 وممكن 5 و5.5. اول حاجة هعمل عقدة البداية بالشكل ده، وهسحب فيها 8 سلاسل، 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هعد 3 سلاسل، هاخد لفة على الإبرة وعد 1 2، في الثالثة هدخل وهعمل عمود بلفة، بطلع من لفتين وبعد كده لفتين، ده العمود بلفة. في حلقة واحدة بس من السلسلة اللي بعدها هعمل كمان عمود بلفة. في الحلقة الجاية هعمل 3 عمود بلفة مع بعض، يعني تزايد ثلاثي عمود بلفة. ادي 1 في نفس الحلقة، 2 في نفس الحلقة، 3، وهنكرر ده كمان مرة في الحلقة اللي جاية، يعني هنعمل تزايد ثلاثي عمود بلفة كمان مرة. ادي 1 2 3 عمود بلفة، وفي الحلقة الجاية هنعمل 1 بس عمود بلفة. ده شكل التزايدين، طبعا التزايدات دي بتصنع لي الدورة نقطة كده عمود. اتفضل عندي اول سلسلة عملناها في 8 سلاسل، ودي هشتغل فيها 6 عمود بلفة مع بعض، يعني تزايد سداسي. هنعمل 3 الناحية دي وهنلف نعمل 3 الناحية التانية، كده 2 3. الثلاثة التانيين هيبقوا في نفس المكان بس الناحية التانية بالشكل ده. ادي 1 2 3. طبعا السلسلة بتوسع، فبنشد الفتلة دي كده علشان نقفلها تاني. دلوقتي هنعمل تناقص رباعي. هنعمله ازاي؟ بناخد لفة على الابرة وبنخش في اول حلقة من السلسلة، كده معانا 3 حلقات على الابرة، بطلع من 2 بس، اخد لفة واطلع من 2 بس، كده معايا على الابرة لفتين. هاخد لفة على الابرة وادخل في الحلقة اللي بعدها من السلسلة، كده اصبح معانا 4، بناخد لفة ونطلع من 2 بقوا 3. كمان مرة بناخد لفة على الابرة، نخش في الحلقة اللي بعدها من السلسلة واطلع من حلقتين، كده بقى معانا 4 حلقات على الابرة. اخر مرة وهطلع من لفتين بس، اصبح معايا على الابرة 1 2 3 4 5 لفات. هناخد لفة ونطلع منهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده. ده التناقص الرباعي في غرزة العمود بلفة. بعد كده اتفضل عندي هنا اخر سلسلة هعمل فيها تزايد سداسي عمود بلفة، 1 في نفس المكان، 2 3. سادس واخر عمود في التزايد السداسي. كده احنا خلصنا القلب الاولاني او اللون الاولاني في القلب. نفرد بقى كده الغرز، طبعا بتبقى راكبة على بعض، نشدها كده ونفردها كويس بالشكل المبدئي بتاعنا. هنيجي بقى هنا في اول عمود عملناه وهنعمل منزلقة. لو لسه مكملين معانا الفيديو ياريت لايك حلو للفيديو ده زيكم، واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا دلوقتي ننهي السطر، نعمل سلسلة وهنسحب اللفة دي نوسعها كده وهنقصها بالقصافة او بالمقص، نسيب حوالي 3 سنتي هنشطبهم واحنا شغالين. نشد بقى الفتلة دي كويس وهنشطبها ناحية اليمين، ونجيب اللون الجديد ونعمل عقدة البداية، وهندخل في اخر غرزة عملناها اللي هي دي، وهنسحب اللفة بتاعة عقدة البداية ونعمل سلسلة.
طبعا الخيط البيج ده هنشطبه ناحية اليمين والخيط الزيتي ناحية الشمال. بعد السلسلة هناخد لفة وندخل في نفس المكان ونعمل تزايد نص عمود. معنا 3 لفات على الإبرة، بناخد لفة ونطلع من الثلاثة، نكرر ده كمان مرة في نفس المكان، يبقى احنا عملنا تزايد نص عمود. بعد كده هنعمل 4 نص عمود في ال4 غرز اللي جايين، وزي ما قلنا بنشطب الفتلة معانا ناحية الشمال، هي الفتلة اللي باللون الزيتي. 3 4. بعد كده في السنتر بتاع القلب من تحت هنشتغل 3 عمود بلفة مع بعض، بلفة مش نص عمود. ناخد لفة وندخل، نطلع من لفتين، وبعد كده نطلع من لفتين، هنكرر ده كمان مرتين في نفس المكان عشان يبقى معانا تزايد ثلاثي عمود بلفة. ادي تاني عمود وادي التالت. بعد كده هنشتغل 4 نص عمود الناحية التانية زي ما اشتغلنا 4 نص عمود في الناحية الاولى. ادي اول نص عمود، التاني، تلاتة، اربعة. بعد كده هنشتغل 2 تزايد نص عمود في الغرزتين اللي جايين. هنشتغل هنا اول نص عمود وكمان معايا نص عمود تاني، يبقى تزايد في نفس الغرزة، وهنكرر ده كمان في الغرزة اللي بعدها تزايد نص عمود. بعد كده هنشتغل تزايد نص عمود بس ثلاثي مرتين، يبقى في نفس الغرزة هنعمل 3 نص عمود مع بعض. ادي 1 2 3، يبقى كده عملنا تزايد ثلاثي مرة، وهنعمل كمان مرة تزايد ثلاثي. ادي اول نص عمود، تاني نص عمود، وتالت نص عمود. طبعا التزايدات دي هي اللي بتصنع لي الدورانات. دلوقتي هنشتغل تزايد ثنائي نص عمود، يعني 2 بس مع بعض. ادي 1 وادي 2. في الغرزة اللي جاية هنشتغل غرزة حشو، ناخد لفة ونطلع من اللفتين اللي على الإبرة. بعد كده هنعمل تناقص غرزة حشو في الغرزتين دول. ازاي؟ بندخل نسحب لفة وندخل في الغرزة اللي بعدها نسحب لفة، بقى معانا على الإبرة 3 لفات. هاخد لفة واطلع من ال3 لفات مع بعض، ده التناقص في غرزة الحشو. شد بقى الخيط كويس طبعا عشان غرزة الحشو متبقاش واسعة. وفي الغرزة اللي جاية هنعمل 1 غرزة حشو. بعد كده هنشتغل 2 نص عمود، يعني تزايد نص عمود، والغرزة اللي جاية هنشتغل تزايد ثلاثي. ادي 1 في نفس الغرزة. خدوا بالكم الفتلة دي احنا قلنا هنشطبها ناحية اليمين، هنشطبها بقى دلوقتي. ادي التاني وادي تالت واحدة، يبقى عملنا تزايد ثلاثي. هنعمل كمان تزايد ثلاثي، يبقى احنا عملنا مرتين. ادي 1 2 3، يبقى كده اشتغلنا تزايد ثلاثي مرتين. هيتفضل عندي اخر غرزة في السطر هشتغل فيها تزايد نص عمود، يعني 2 غرزة نص عمود مع بعض. ادي 1 2. كده انا خلصت الشغل باللون الزيتي، وده شكل السطر لحد دلوقتي. هنقفل بنفس الطريقة، في اول عمود عملناه بندخل ونعمل سلسلة او منزلقة، وبعد المنزلقة بنعمل سلسلة ونطولها ونقص الخيط. كده خلصنا السطر التاني باللون التاني. تقدر تشتغل القلب كله بنفس اللون، مفيش مشكلة، حسب ما انتوا عايزين. يلا بينا نبدأ اللون التالت. انا هستخدم اللون الهافان وهعمل عقدة البداية زي ما بدأنا بالظبط السطر اللي فات، وهدخل في اخر غرزة عملناها. زي ما اتفقنا اللون القديم بيتشطب ناحية اليمين واللون الجديد بيتشطب ناحية الشمال. هبتدي اعمل سلسلة واخد لفة على الابرة، وفي نفس المكان اللي فيه السلسلة هنعمل نص عمود. اشتركوا في القناة، شيء يشرفني. يا ريت متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك حلو زيكو علشان الفيديو يترفع في مقترحات اليوتيوب. بعد كده هنشتغل 6 نص عمود. يبقى تزايد 1 2 3 4 5 6. بعد كده هنشتغل تزايد ثنائي عمود بلفة مرتين، عمود بلفة بطلع من لفتين وبعد كده كمان لفتين.
ادي اول كيس زايد عمود بلفه، طبعا مكرميه لانه شبه البلاستيك كده بيتزحلق من على الابره، بس بصراحه الشغل بتاعه سلس جدا. بعد كده هنشتغل كمان تزايد نص عمود بلفه، كده عملنا 2 تزايد عمود بلفه. بعد كده هنشتغل 8 نص عمود في الثمان غرز اللي جايين، ادي 1 2 ادي 8 غرزة. وبعد كده هنشتغل تزايد ثنائي 6 مرات علشان نعمل الدوران، يعني 2 غرزة نص عمود في نفس الغرزة، وهنكرر ده 6 مرات. ادي رابع تزايد، بعد كده 5 تزايد، وسادس تزايد. بعد كده هنعمل 2 غرزة حشو، بعد 6 تزايد هنشتغل 2 غرزة حشو، ادي 1 2. بعد كده هنعمل تناقص في 4 غرز مع بعض، يعني بندخل في كل غرزة نسحب لفة بالشكل ده 4 مرات، فهيبقى عندي على الإبرة 5 لفات. هناخد لفة ونطلع منهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده، ولازم نشد الخيط كويس جدا بعد ما نعمل التناقصات. بعد كده هنشتغل 2 غرزة حشو، بعد غرزتين الحشو هنعمل 2 نص عمود او تزايد نص عمود 6 مرات زي ما عملنا الناحية التانية بالظبط، علشان نصنع الدوران التاني للقلب. وما تنسوش الفتلة دي طبعا هنشطبها معانا. كده عملت 3 تزايدات، هنعمل كمان 3. ادي اول تزايد، 2، واخر تزايد عندنا في السطر ده او في اللون ده. هيتفضل عندي في السطر غرزتين هشتغلهم 2 نص عمود، ادي 1 2. كده خلص اللون ده والسطر ده. هنقفل بنفس الطريقة اللي احنا تعودنا عليها في اول غرزة بمنزلقة، وبعد كده بعمل سلسلة واقص الخيط علشان نبدأ اللون اللي بعده. في السطر الجديد هستخدم اللون السماوي، زي ما بنبدأ كل سطر هنعمل عقدة البداية وهنسحبها من اخر غرزة عملناها. بعد كده هنعمل سلسلة وفي نفس المكان هنعمل نص عمود، ناخد لفة على الابرة وفي نفس المكان اول نص عمود. بعد كده هنشتغل 10 نص عمود في العشر غرز اللي جايين، وبشطب معايا الفتلة اللي باللون السماوي. ادي كده 10 غرزة. كده هنعمل تزايد عمود بلفة في السنتر بتاع القلب من تحت، عمود بلفة بطلع من لفتين مرة، وبعد كده كمان لفتين، يعني باخده على مرتين. وادي تالت عمود، كده عملنا تزايد ثلاثي عمود بلفة. الناحية التانية هنشتغل 12 نص عمود، ادي الغرزة رقم 12. بعد كده هنشتغل تزايد نص عمود في غرزة، والغرزة اللي بعدها نص عمود، وهنكرر ده 4 مرات. يبقى كده اشتغلت تزايد والغرزة اللي بعدها نص عمود، كده يعتبر مرة. هكرر ده كمان 3 مرات عشان يبقوا 4. ادي تزايد ونص عمود، كده مرتين، وادي تزايد ونص عمود، كده 3 مرات، واخر تزايد ونص عمود، كده 4 مرات. ده الدوران بتاع القلب في السطر ده.
ودلوقتي هنشتغل 2 غرزة حشو. وبعد كده هنعمل تناقص في غرزة الحشو، يعني بدخل في اول غرزة اسحب لفة وادخل في تاني غرزة اسحب لفة، اخد لفة واطلع من كل اللفات اللي على الابرة. كده انا عملت تناقص في غرزة الحشو. وهنعمل كمان 2 حشو الناحية التانية. شد ايدينا كويس قوي في الحتة دي بالذات عشان الشكل بتاع القلب ما يبص. بعد كده هنشتغل نص عمود وتزايد نص عمود، وهنكرر ده 4 مرات. ادي نص عمود، في الغرزة اللي بعدها تزايد نص عمود، ادي التزايد كده مرة، هنكرر ده كمان 3 مرات. نص عمود تزايد نص عمود، يبقى كده مرتين. ده التكرار التاني. انا بختصر في الفيديو طبعا عشان الوقت، بقصقص الحاجات المتكررة. خلاص كده انا خلصت التزايد الاخير في الاربع تزايدات اللي هي نص عمود تزايد، خلصت اخر تكرار. اتفضل عندي 5 غرز، هشتغل 5 نص عمود. وبكده يكون السطر اللي باللون ده خلص، وهنهي طبعا السطر زي كل مرة بغرزة منزلقة في اول عمود عملناه. ادي اخر نص عمود، وهقفل بمنزلقة. انا هكتفي بالسطر ده. لو عايزين تكبروا القلب بنفس الطريقة في الدورانات هتعملوا تزايدات عشان القلب يكبر، وفوق الحشو هتعملوا حشو، وفي السنتر هتعملوا غرزة عمود بلفة. انا هكتفي كده، الغطاء مش عايزة يبقى اكبر من كده بتاع الشنطة. لسه هنعمل كمان بوردر بغرزة مختلفة. هنعمله ازاي؟ هنعمل غرزة منزلقة في اول غرزة بالشكل ده، وبعد المنزلقة بنعمل سلسلة في الغرزة اللي بعدها منزلقة، وبعد المنزلقة سلسلة. دي غرزة زخرفية شكلها جميل جدا للإطار بتاع القلب. منزلقة سلسلة منزلقة سلسلة في كل الغرز، مفيش اي اختلاف في الزوايا والدورانات، نفس الغرزة. بس الحقيقة انا حاسة انها مش باينة، فانا هستخدم لون تاني. ممكن مثلا استخدم اللون البني، هستخدم اللون ده افضل. هشطب الخيط ده السماوي واعمل باللون البني. زي ما انتم شايفين كده انا عملت الاطار كله بالغرزة اللي هي سلسلة منزلقة. ودلوقتي بقى الخيوط دي طبعا هي كده كده اتشطبت، مش محتاج بس غير ان احنا نقصها وننسعها بالولاعة علشان ما تفكش بالطريقة دي. هشطب انا بقى كل الفتلات دي، وبكده يكون الغطاء بتاع الشنطة خلص، ونبتدي بقى نعمل جسم الشنطة نفسها. ده شكل الغطاء بعد ما شطبناه. تقدروا تعملوا لون واحد او تعملوا زي ما انا عملت كده، تغيروا في الالوان براحتكم. يلا بقى نبدأ الشنطة نفسها. هستخدم اللون الكحلي. هعمل اول حاجة عقدة بداية، وهشتغل 47 سلسلة. عايز اقول لكم الشنطة سهلة جدا للناس اللي لسه بتبدأ، مفيهاش اي صعوبة. بعد ما عملت 47 سلسلة هنعمل سلسلة ارتفاع، وفي تاني سلسلة بعد الابرة هندخل ونعمل سطر حشو. يعني في كل سلسلة هنعمل 1 غرزة حشو، ندخل في لفة واحدة بس من السلسلة ونعمل حشو، هيبقى معانا 47 غرزة حشو. السطر التاني ده السطر الاول، هنرتفع 1 سلسلة ونلف، وهنشتغل بس مش هنشتغل في الغرزتين او في اللفتين بتوع الغرزة، هشتغل في اللفة القريبة مني اللي هي الفرونت لوب او اللفة الامامية علشان يبقى الشغل اسهل، لان طبعا خيط المكرمية سميك. انا هنا خلصت السطر التاني، ودي اخر غرزة حشو في اللفة الامامية. هرتفع 1 سلسلة والف، وهشتغل السطر التالت بنفس الطريقة، بشتغل في اللفة الامامية فقط علشان يبقى الشغل مرتاح. طيب ده السطر التالت، هنشتغل لحد السطر ال18 رايح جاي بالغرز. طيب امتى اوقف شغل في رايح جاي كده بالغرز؟ هوقف امتى؟ لما اوصل لعرض القلب او اكبر مكان في القلب من هنا كده، ان طبعا القلب ده هو الغطاء بتاع الشنطة، فاحنا عايزين الشنطة عرضها ما يزيدش عن عرض القلب.
انا هنا خلصت خلاص وعملت ال 18 سطر، بس خدوا بالكم انا عملت 14 سطر باللون الكحلي، وبعد كده اشتغلت باللون الازرق ده سطرين الناحية دي وسطرين الناحية دي، يبقى 14 و 4 16 18 اهو نفس عرض القلب زي ما انتم شايفين، وصلت لنفس عرض القلب. لو القلب اكبر كمان مش مشكلة، اقول لكم برضو المقاس بتاع القطعة دي عشان لو حابين تعملوا نفس المقاس دي بالضبط نص متر، والعرض بتاعها 21 سنتي. طبعا عشان اوصل الناحية التانية باللون الازرق اشتغلت سطر باللون الازرق في العرض، وطبعا حددت ان ده خلاص القلب بتاع الشنطة او الداخل، فخليت كل الخيوط الزيادة من جوه. طيب هاتني قد ايه من الشنطة علشان اركب الغطاء؟ انا بالضبط هاتني 20 سنتي، والجزء ده هو اللي هيتركب عليه الغطاء اللي هو هيبقى قد ايه، اللي هو هيبقى 10 سنتي، لان احنا عندنا 20 وش و20 ظهر، يبقى دول 10 سنتي زي ما انتم شايفين كده. العرض بتاع القلب نفس عرض الشنطة. هركبها ايه؟ هركبها لزقة، هركبها خياطة، اللي يريحكم. تعالوا الاول ننهي اللون الازرق ده. انا خلاص خلصت كده شغل بيه، عملت بيه سطرين شمال وسطرين يمين وسطر واحد بس علشان بس اوصل الناحية التانية. هنهي بقى، هعمل سلسلة واسحب الخيط كده. تقدروا طبعا تستخدموا لون واحد بس، يعني اللي يناسبكم، حتة الالوان دي ذوقية. طيب احنا اتفقنا هنتني 20 سنتي وش و20 سنتي للظهر، والغطاء 10 سنتي. بس قبل ما اقفل الشنطة السطر ده انا هركب عليه شراشيب، فالاسهل بالنسبة لي ان انا اركبها دلوقتي. هركب الشراشيب ازاي؟ هنيجي على، هستخدم طبعا خيط المكرمية بكل الالوان اللي انا استخدمتها. هجيب اي حاجة كده، كتاب، كراسة، اي حاجة، وهلف عليها كمية من خيط المكرمية، وهبتدي اقص بنفس الطول. طبعا هعمل كمية كبيرة، الكمية اللي هحتاجها في الشراشيب. بعد كده هفتح اللفات دي، بيبقوا 3 أو 4، هفكهم كده من بعض، 3 أو 4 دول، وهروح اكويهم بالمكوة كوية خفيفة، يعني مش هفردهم خالص يبقوا ليس، يعني هخليهم بس اضيع منهم الكيرل الجامد ده، هخليه اخف من كده شوية. هعمل بقى الكمية المناسبة وهرجع لكم عشان نركب الشراشيب مع بعض. انا هنا عملت كل الالوان اللي استخدمتها في القلب زي ما انتم شايفين، انا فردتها بالمكوة بس مش قوي. دلوقتي هجمع كل 4 فتلات مع بعض علشان اعمل الشرشوبة او الشراشيب بتاعة الشنطة. دول 4 فتلات، بعد كده بنحط فتلة بالطول اللي هي زي علامة زائد كده، وفتلة كمان هنخليها ناحية طويلة وناحية قصيرة. دي طريقة عمل الشرشوبة. الفتلة اللي بالطول دي هنعملها عقدتين بالشكل ده، والفتلة اللي فيها ناحية طويلة وناحية قصيرة هنمسك الناحية الطويلة. خدوا بالكم دول اللي احنا ربطناهم واللي هنربط بيهم الشرشوبة هيبقوا لفوق، والناحية الطويلة من الفتلة اللي قلنا ناحية طويلة وناحية قصيرة، الناحية الطويلة هي اللي هنلف بيها على راس الشرشوبة بالشكل ده. لف بقى شوية لفات كده كويسة لحد ما يبقى شكلها مناسب، ما تبقاش كبيرة قوي وما تبقاش صغيرة قوي. دي فتلة اللي هنربط منها الشرشوبة، دي فتلة طويلة اللي بنلفها على راس الشرشوبة. بعد كده الفتلة دي اللي هي الفتلة الطويلة هضمها في إبرة وهدخلها في راس الشرشوبة من فوق بالشكل ده، وهتنزل مع باقي الخيوط كأنها من الأربع خيوط بتوعنا اللي هما طبعا لما اتنوا بقوا 8 كده. تمام، هنعمل كل الشراشيب بنفس الطريقة زي ما قلنا 20 و20 و10. هنيجي على السطر ده اللي هو القاع بتاع الشنطة، وهدخل من جوه. عشان كده قلتلكوا لازم نعمل الخطوة دي قبل ما نقفل الشنطة عشان يبقى أسهل. هسحب لفة أو فتلة من غرزة، ومن الغرزة اللي تحتها هسحب الفتلة التانية، وهربط من جوه الشنطة بعقدتين كده. جامد جدا كده، ركبت الشرشوبة اهي في قاع الشنطة من تحت. هبتدي بقى اكمل على نفس السطر كل الالوان اللي انا عايزاها، عايزينها لون واحد براحتكم. انا هنا خلاص خلصت، عملت كل الالوان اللي في القلب زي ما قلتلكم،
ودلوقتي بقى هنساوي الشراشيب دي كلها اي كتاب اي مسطرة ونبتدي نساوي بمقص يكون حامي. بعد ما اخلص مرحلة القص هعمل ايه؟ هكويها تاني بالمكوى كده وهمشي عليهم كلهم مع بعض علشان احس كده ان هم شكلهم متناسق مع بعض. طبعا الشراشيب دي اختياري، لو مش حابين الفكرة براحتكم. خلاص انا هنا خلصت زي ما انتم شايفين الشكل من جوه، ابتدي بقى اشطب بالولاعة كده. انا مش هعمل بطانه للشنطه لان طبعا الغرز ضيقه، مفيش حاجه هتقع من الشنطه يعني. لما بتكون الغرز واسعه بعمل بطانه. تعالوا بقى نقفل الجناب بتاعه الشنطه. انا هستخدم لون مختلف، لو حابين تستخدموا نفس الوان الشنطه براحتكم. هعمل اول حاجه عقده بدايه بالشكل ده، وهاجي على اول غرزتين قصاد بعض هنا، وهدخل في اللفتين القريبين من بعض فقط كده. اصبح على الابره 3 لفات هطلع منهم بمنزلقة. اقرب بس الصورة عشان تبقوا شايفين انا بعمل ايه. هوسع اللفة اللي على الابرة، هدخل في اللفة القريبة. خدوا بالكم الخيط يبقى تحت الابرة مش فوقها كده، معنا 3 لفات. اخد لفة واطلع منهم التلاتة. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل غرزة منزلقة في كل الغرز. لازم اوسع اللفة كده عشان الشنطة ما تتشدش مني. ادخل في اللفة، خدوا بالكم الخيط تحت الابرة، في اللفة التانية اللي قصادها. باخد لفة واطلع من الثلاث لفات اللي على الابرة. ادي شكل غرزة المنزلقة اللي هنقفل بيها الاجناب. اخر مرة لفتين قريبين من بعض والخيط تحت، بسحب لفة واطلع من التلاتة. انا هخلص لحد الاخر وهرجع اقول لكم هنعمل ايه كمان في الشنطه بتاعتنا. وصلت هنا لاخر غرزه بنفس الطريقه، بندخل في اللفتين القريبين من بعض والخيط تحت، وبنسحب لفه ونطلع من الثلاث لفات. بس المره دي هنسحب الخيط، هنقص الخيط ونسحبه لان دي اخر غرزه في جنب الشنطه. هنسحب كده وهدخل بالإبرة من جوه الشنطة وهسحب الفتلة جواها علشان أشطبها. خدوا بالكم طبعا تسيبوا قطعة خيط كويسة علشان تقدروا تشطبوها بالشكل ده. كده الجنب بتاع الشنطة خلص زي ما انتم شايفين، والغرزة دي طبعا بتدي وسع للشنطة أحسن ما تقفلوها خياطة يعني. الناحية التانية نفس الطريقة، بس الفرق اني هبدأ الناحية التانية من تحت، يعني وانا بعمل غرزة المنزلقة هبدأها من تحت. فانا هخلص الجنب التاني وهركب القلب زي ما قلتلكوا بالخياطة، وهركب كمان الدراع بتاع الشنطة. انا عملته فيديو منفصل بغرزة اللاسيه الروماني، تقدروا تضغطوا على حرف الاي اللي هيظهر على الشاشة هنا، او هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف. هركبه بالخياطة في جنب الشنطة هنا. بس خدوا بالكم انا كنت قايلة الدراع بتاع اي شنطة كروشيه بنعمله اقصر 2 سنتي من الطول اللي احنا عايزينه، لان لما الشنطة بتتلبس الغرز بتعشق مع بعض والدراع بيطول مننا. انا بقى هروح اركب الدراع والغطا وارجع اوريكم الشكل النهائي. وزي ما اتفقنا الجنب التاني هعمله بنفس الغرزة، غرزة المنزلقة، بس هبدأ من تحت. خلاص انا ركبت الغطا. عايزة اقول لكم صاحبة الشنطة طلبت القفل ده، انا ما كنتش حابة بصراحة بس ركبته لها. بس انا هصورها من غير القفل، القفل كمان على شكل قلب. انا حاسه انها مش محتاجه قفل ومش محتاجه سوسته، بس طبعا دي حاجه ترجع لكم انتوا، اللي عايز سوسته يعمل، اللي عايز قفل يركب. اتمنى يا رب يكون الشرح سهل وبسيط ووصل لكم، ولو في اي سؤال تحت امركم يا ريت لايك الفيديو ده عشان يوصل لعدد كبير من الناس. بشكركم جدا على حسن الاستماع، واشوفكم في عمل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.